بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. زي ما كنا اتكلمنا بنعمه ربنا المره اللي فاتت ان الكنيسه بترتب لنا في فتره شهر كيهك احاد شهر كيهك القراءات من الانجيل انجيل لوقا الاصحاح الاولاني ويتقسم على اربع مرات. المره اللي فاتت كانت بشاره الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن وبميلاد بشارة بميلاد يوحنا المعمدان من زكريا وإليصابات، والنهاردة نلاقي بشارة الملاك جبرائيل للست العذراء. أول ملاحظة أحب أقف عندها، يعني مش هي دي النقطة الأساسية اللي عايز أتكلم فيها، لكن يعني يجدر بينا ان احنا نتكلم فيها، حتى انه ست العذراء قالت له كيف لي هذا وانا لم اعرف رجلا. طب ما يمكن حد يقول انه ديت شبه بالظبط لما زكريا قال الملاك ازاي هيجي لي ابن وانا وإليصابات تقدمنا في الايام وما عدناش نقدر ان احنا يكون لينا اولاد. أول نقطة إنه لازم ندرك إن ربنا فاحص القلوب والكلى، وإنه ربنا شاف إنه ست العذراء كانت بتسأل سؤال مجرد استفهام، سؤال استفهامي مش استنكاري، بتسأل إزاي وأنا لم أعرف رجل، وبالتالي ما كانش فيه عدم إيمان قد ما كان مجرد تساؤل بالعقل البشري. في فرق بين انه العقل البشري يتساءل لانه بيتحرك لانه بيفكر لانه بيحط الحقائق جنب بعض، وبين انه العقل البشري يبقى حاجز للايمان، يبقى فاصل عن الايمان. هي كان عندها كل الايمان بالكلام، ولكن كانت بتسأل ازاي، وبالتالي السؤال ما كانش استنكار، يمكن بخلاف زكريا اللي قال ازاي يكون كده واحنا أنا وإليصابات كبرنا وتقدمنا في الأيام. النقطة الثانية إنه زكريا الكاهن بحكم كونه كاهن، يعني رجل دين ويعرف الكتب المقدسة، فمش غريب إنه في عواقر يلدنا، مش غريب إنه ناس كبروا في السن، راجل ومراته تقدموا في الأيام ويجيبوا أولاد، اتقالت قبل كده. يعني على سبيل المثال مثلا شمشون كان مراته وكانت والدته ومامته كانت عاقر، وقصص كتير لناس جابوا أولاد برغم أنهم ما كانش عندهم القدرة. إبراهيم ببساطة، إبراهيم يعني زكريا عارف قصة إبراهيم وإزاي أن ربنا إدى إبراهيم ناس، برغم أنه زي ما بيقول الكتاب المقدس أنه سارة ما كانش عندها القدرة، انقطعت قدرتها على انها تجيب اولاد. فكان في مثال لانه ناس فقدت القدره على الانجاب انها تجيب اولاد، ولكن ما لم يحدث اطلاقا ان عذراء تلد، وبالتالي فيه اختلاف في الموقف. دي نقطه يعني مبدئيه بس، لانه يعني ده سؤال كتير يسال. النقطة اللي حابب أتكلم فيها الحقيقة في خط ماشي في القرايات، يعني لو تتبعنا القرايات بتاعت النهاردة نلاقي في خط بيتكلم عن الظهور، ظهور ابن الله. احنا عارفين انه من أكتر الآيات اللي بتتكلم عن التجسد آية في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث آية 16، 3-16 ده رقم مشهور، الأشهر آية حافظينها هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، ده يوحنا 3:16. تيموثاوس الأولى 3:16 تتكلم عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. التجسد ظهور في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن العهد القديم كان فيه ظهورات للابن لكن ما كانتش تجسد. تجسد
الابن الكلمة ظهور في الجسد، ولكن ظهورات العهد القديم زي ما احنا بنقول العليقة التي رآها، ما ده كان ظهور للابن، ربنا اللي ظهر لموسى وكلمه. كتير كان يتقال ملاك الرب، وكان يبقى ملاك الرب دوت هو الله نفسه، هو الأقنوم الثاني في الثالوث. والدليل على ده ايه؟ طب حد يقول طب ما هي مكتوبة ملاك الرب، مين اللي قال انه ده الابن؟ نلاقيه مثلا يقبل السجود، لما يقبل السجود يبقى الله، لانه لو ملاك عادي يعني سفر الرؤيا لما يوحنا شاف الملاك وسجد له قال له اسجد لله، انا تسجد لي بتاع ايه؟ فالظهور ظهور المسيح في الجسد هو اعظم ظهور للبشريه كلها. ظهورات العهد القديم كانت لاشخاص بعينهم، يعني مثلا ظهور زي ما بقول لكم مثال ظهور ربنا لموسى في العليق، ظهور ربنا لابراهيم. انتوا عارفين لما ابراهيم كان هيقدم اسحاق سمع صوت بيقول له ما تعملش حاجه في ابنك، وخد الايه الخروف الموثق بقرنيه دوت وقدمه. كان اللي بيكلم واللي كان ظاهر قدام ابراهيم كان ربنا نفسه، وده اللي اتقال عنه او اللي قال عنه المسيح في يوحنا 8 لما قال ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فراى وفرح. مثلا ظهور ربنا لمنوح ابو شمشون كان ظهور للابن، وزي ما بيقول تلاقي قدموا ذبيحه وهو اخذ الذبيحه قبلها هو نفسه، مش مجرد اصعدها لله، ده قبلها وقبل سجود منوح وابو شمشون وامراته، وقالوا ده احنا شفنا ربنا، ده احنا هنهلك ونموت. وبالتالي كان في ظهورات في العهد القديم كانت تقول ان ربنا عايز يكون في وسطنا، لكن قمه الظهور واعظم ظهور هو ظهور الابن الكلمه متجسدا عشان يدعى اسمه يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياه، يدعى اسمه يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياه، ويدعى اسمه المسيح لانه مسح لاجل خلاصنا. مسح يعني كرس، مش كما كان الملوك يتمسحهم ورؤساء الكهنه يتمسحهم عشان يبقى مقدس لله، فالمسيح مسح بالتجسد. قديس كيرلس الكبير يقول كده، المسيح مسح بالتجسد، بالتجسد صار الابن الكلمه الازلي صار مسيح للرب، صار مخصص مفرز لعمل الخلاص. الارياد بتاعت النهارده زي ما بقول لكم تتكلم كتير عن قصه قصه الظهور دي. ففي البولس، البولس من الاصحاح الثالث من رساله روميا، ورساله روميا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هيبقى الدور على في دراستنا الرسائل بولس الرسول، هيبقى الدور على رساله روميا وهناخد ده بالتفصيل. الاصحاحات الاول والثاني من رساله روميا بيقول ان البشريه كلها تحت القصاص لانها تحت الخطيه، تحت غضب الله، ونصيبهم الهلاك. ووصل لنتيجه في اول الاصحاح الثالث واتقرت علينا النهارده انه الجميع اهو ليس كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يفهم يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح قد مكروا بلسانهم. ده حال البشري، الجميع زاغوا وفسدوا. طب العلاج ايه؟ يعني ايه العلاج؟ اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء. ظهر بر الله، ظهر بر الله. يعني ايه بر الله؟ في مفهوم التبرير ببساطه كده، كلمه بر الله او التبرير براءه، كلمه براءه. واحد محكوم عليه بعقوبه، وطبعا اصعب عقوبه واكبر عقوبه الاعدام، ويسمع من فم القاضي بريء، نوت جيلتي، ما عليكش حكم. هو دوت الامر او الوسيله الوحيده كانت لرفع الموت اللي محكوم بيها على العالم، ظهور ابن الله. اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء. الحقيقه انه
هنتبع حتة الظهور ديت ونشوف ايه تمسنا ايه احنا في حياتنا. حكاية اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء. وكلمة مفهوم التبرير انه البراءة، مفيش لينا خلاص الا بالمسيح، ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مفيش، الوحيد اللي ممكن يرفع خطايانا هو المسيح. ومن اجمل الكلمات اللي نقولها في القداس الغرغوري نقول عن ربنا: غافر خطايانا، منقذ حياتنا من الفساد، مكللنا بالمراحم والرفات. ثقتنا انه احنا، ناس كثير لما تعترف تقول احنا وحشين قوي، مش عارف انا وصلت لكده ازاي، انا مش عارف ازاي الدنيا خدتني بالشكل ده، كنت زمان بحب ربنا اكتر من كده، مش عارف ايه اللي اتغير في حياتي. الحقيقه انه دايما نقول انه احنا لو احنا كنا فاكرين نفسنا كويسين يعني هنجيب منين؟ ما ده طبعنا. في ناس، في حد يقول انا مفيش فيا فايده، مفيش فيا، لا فيك فيا فايده ولا فيا فايده، لوحدنا من ذواتنا. لكن فينا فايده كبيره جدا لما نلتجئ لربنا، لما نطلب بره، لانه ظهر بر الله مشهودا له من الناموس والانبياء. بدون الناموس، زي برضو ما هنتكلم ان شاء الله يوم الجمعه، حكايه يعني بدون الناموس. الناموس ده وصية ربنا، وبولس يقول ان الوصية مقدسة وعادلة وصالحة، وانه الناموس مقدس. ولكن الناموس جه ايه؟ الناموس دوت الرسالة المكتوبة من ربنا بالوصايا الالهية. ايه الناموس جه قال لي ايه؟ قال لي السكة كده، تعمل كذا وكذا وكذا عشان تبقى ماشي صح، واذا غلطت تموت. كلام صح ولا غلط؟ كلام صح من ربنا مقدس. لكن عالج مشكلتي، ما عالجش مشكلتي، مشكلتي قائمة. ايه مشكلتي؟ مشكلتي اني طبيعتي فزدانة بتميل للخطية، بتكسر وصية ربنا. ومش بس كده، ده بالتالي بسبب خطيتي انا محكوم عليا بالموت. فالناموس يقول لي ماليش دعوة. يعني تخيلنا كده لو الناموس صار شخص يتحدث، هيقول لي انا قلت لك اعمل كذا وانت ما عملتش، وانت عندي محكوم عليك بالموت. مين يرفع دوت؟ المسيح فقط. ايماننا بالمسيح اللي بيقدم لنا جسد ودم كل يوم على المذبح، قدم لنا سر الاعتراف في كنيسه، هو دوت اللي ممكن يرفع ايه؟ هو ده اللي ممكن يرفع خطيتي، هو دوت اللي خد الموت بدالي. وموته مع انه شخص واحد، لكن لانه متحد بالله. قديس كرولوس الكبير اتكلم في الحته دي كتير، ازاي انه ليه شخص واحد يموت يخلص البشرية كلها قبله وبعده من آدم وإلى آخر الدهور؟ لأنه الله غير الايه؟ غير المحدود، وموته بالتالي يكفر عن خطايا العالم كله. فالمسيح، فأنا عندي طبيعة فزدانة وحكم موت، المسيح مات بدالي. فيجي الناموس، الناموس بيقول لي تموت، فالمسيح يقف في النص ما بيني وبين الناموس، ناموس صالح ومقدس وعادل، ويقف بيني وبين الناموس يقول له هو عليه حكم بالموت، انا خدته، موتي يكفي. طبعا موت ابن الله المتجسد او الظاهر في الجسد يكفي طبعا. طيب الطبيعه الفزدانه المسيح اتحد بيها، اخذ طبيعه زينا. يعني في اي معتقد يؤمن باله واحد او اكثر من واحد، دايما يقول انه الإله ده حاجة كبيرة وبعيدة، ولكن في المسيحية الله ظهر في الجسد، صار قريب جدا منا. وبالتالي إحنا نقدر نقول أنا لو مكان ربنا أتصرف إزاي؟ طبعا دي لو اتقالت في أي معتقد آخر تبقى كفر. ليه؟ لأنه أنا إزاي أبقى زي ربنا؟ لكن إحنا ربنا صار إيه؟ شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، عشان إحنا نشبهه، مش بقوتنا، مش بشطرتنا، ولكن بنعمته. عشان كده من الـ 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 الأفكار الجميلة واللي تردد بالذات في المزامير: انتظرت نفسي الرب. فكرة انتظار ربنا، انتظرت نفسي الرب من محرث الصبح لليل. الله الذي ظهر في الجسد، احنا بننتظر ويظهر في حياتنا عشان يهبنا إمكانيات القداسة. احنا لوحدنا محكوم على الجميع زغوا وفسدوا، احنا وحدنا مفيش فينا فايدة،
لكن في المسيح أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى خطيتي المسيح الذي ظهر في الجسد دفع ثمنها ومات بدالي وبدال كل واحد فينا. طبعا إذا كنا نؤمن به ونثبت فيه من خلال أسراره ومن خلال المعمودية، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لأننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد، جسد المسيح. فبنتحد بالمسيح في المعمودية وبنتمتع بالاتحاد دوت أو بالعضوية دي في جسد المسيح من خلال الأسرار، من خلال جسد ربنا ودمه. يأكل جسدي ويشرب دم يثبت فيه وأنا فيه. فخد حكم الموت بتاعي واداني إمكانيات القداسة. عشان كده نلاقي قراية الكاثوليكون تتكلم من الفصل الجميل بتاع رسالة يوحنا الأولى، يقول الذي كان من البدء الذي سمعناه. وطبعا بالمناسبة القديس يوحنا ربنا سمح أنه حياته تحفظ، هو الوحيد اللي ما بين التلاميذ والرسل اللي ما استشهدش، وربنا سمح أنه حياته تحفظ لآخر القرن الأول الميلادي، يعني حوالين 100 ميلادية، عشان يسجل لينا الأسفار بتاعته اللي هي إنجيل يوحنا، الرسائل الثلاثة ورؤيا يوحنا. والملاحظة أنه إنجيل يوحنا مختلف عن الثلاث أناجيل اللي هما متى ومرقس ولوقا، يسموهم السينوبتيك جوسبلز، الأناجيل الإزائية أو المتشابهة. ليه مختلف؟ هو ما اعتناش أنه يحكي حكاية الميلاد. يعني لو تلاحظوا أنه إنجيل يوحنا بادي في البدء كان الكلمة والكلمة، بداية مختلفة خالص، لم يعتني أنه يحكي حكاية المسيح، لكن اعتنى أنه يبرز لاهوت المسيح. ده الإنجيل يوحنا. الرسائل كانت فيها ارتقاءات، كانت تظهر ارتقاءات ضد لاهوت المسيح، فكتب الإنجيل دفاعا عن لاهوت المسيح. وابتدت تظهر ارتقاءات ضد ناسوت المسيح، في ناس ابتدوا يظهروا، ناس يسموهم الخياليين. خياليين يعني قالوا ان جسد المسيح ده خيالي مش جسد حقيقي. فرد على انه لا، المسيح تجسد، ظهر في الجسد بجد، وقال الذي سمعناه، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. وبعدين يقول بقى الحتة اللي فيها الظهور، فإن الحياة أظهرت. الحياة ظهرت، الحياة في شخص المسيح. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. المسيح هو الحياة نفسها. عشان كده زي الإنسان عندنا نشوف إيه الحياة دي. هل الحياة دورة كده بيعدي بيها؟ كام جيل عدى على الأرض دي؟ كام واحد موجودين في الأرض؟ في 6 مليار بني آدم على وجه الأرض دلوقتي، والستة مليار دول يمكن يكون معرفش العدد ثابت، يمكن بتزايد شوية. في أماكن طبعا الوفيات فيها أعلى من المواليد، في أماكن المواليد فيها أعلى. على أي الأحوال، في الآخر أنه الناس دول كلهم بيتغيروا. أنا واحد من 6 مليار بني آدم، وشوف كام واحد عدى على وجه هذه الأرض ولا حاجة. إيه معنى الحياة دي؟ ناس كتير تتساءل السؤال ده، إيه معنى الحياة؟ إيه الحياة دي ليه يعني؟ إيه هدفها دي؟ إيه معناها؟ الحقيقة لو أنا مش شايف المسيح بوضوح، الحياة تفقد معناها. عايشين ليه؟ ناكل، نشرب، نتعب، نشقى، نشتغل، ندور على دراسة، ومش عارف ندور على مكان أفضل نعيش فيه، ونفضل في هذا، والعمر يجري وخلاص، ونجيب ولاد ونفضل كل يوم عندنا طموحات. من اول الطفل الصغير نفسه ينجح، وبعدين اخويا يعدي مش عارف الهاي سكول، وبعدين يخش كليه مش عارف ايه، وبعدين يتجوز ايه، وبعدين يقعد يهتم باولاده، وبتنتهي الحياه وخلاص. ويبقى السؤال ايه معنى الحياه؟ وده اللي خلى ناس يعني يتكلموا عن الوجوديه وان الحياه عبث ملهاش معنى. الحقيقه احنا لان احنا حياتنا هو المسيح، فبنحس ان احنا لينا قيمه. المسيح اللي جه وظهر في الجسد واتحد بطبيعتنا، المسيح اللي رفعنا للسماء، اللي قيمنا وتمنا لدرجة أنه بذل ذاته، والآب السماوي اللي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالحياة أظهرت لما المسيح تجسد، في أن الحياة أظهرت. وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به. هي دي البشارة، أن إحنا صار لينا حياة. الإنسان أكتر حاجة بيخاف منها إيه؟ الموت. الموت هو النهاية بتاعت كل إنسان، والشيء الوحيد اللي ما قدرش الإنسان يواجهه. أحد الأباطرة الرومان
كانوا عادة الأباطرة زي ما بيحصل أحيانا هنا في أمريكا، أنه الناس بعد ما يموتوا يحرقوا أجسادهم. فطلب الإمبراطور دوت كان اسمه سافيروس، طلب أنه يجيبوا له الأنية اللي هيتحط فيها الرماد بتاع حرق جسده. وقف كده بيتحسر بيقول كنت كل شيء ولكن هذا لا شيء. وقف قال أن الأنية دي هتحتوي الرجل اللي كان كل شيء، الراجل اللي كان، انه تعرفين الاباطره الرومان كانوا يعتبروا انفسهم والشعوب تعتبرهم آلهة، ف يعني كل حاجه. فالانيه اللي هيتحط فيها التراب بتاع حرق جثته او رماد حرق جثته هو ده اللي هيحتوي كل شيء في الاخر. ده الانسان، ده الانسان بعيد عن المسيح، زي ما بنقول في التسبيحه بتاعت كهك، ممالك الدنيا زول والمال كله فاني، ولكن الوحيد اللي يبقى هو ايه؟ هو المسيح ومن يتحد به. عشان كده الحياه اظهرت، الحياه اظهرت. وبعدين يقول واظهرت لنا الذي رايناه وسمعناه نبشركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا، واما شركتنا فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. هذا نكتبه اليكم لكي يكون فرحكم كاملا. الانجيل ايه؟ اخبار مفرحه. الانجيل مش كتاب. في فرق بين بايبل وجوسبل. بايبل يتسبوك الكتاب، الجوسبل البشاره المفرحه، الجود نيوز، الايفانجيليون باليوناني، انجيليون جايه من انجيلوس يعني رساله، وايف جود، ايف باليوناني جود يعني رساله، بشاره مفرحه. ايه البشاره المفرحه؟ انه ولد لكم اليوم مخلص هو الايه؟ هو المسيح الرب، وانه صار ليكم مكان في السماء، والسماء انفتحت على الارض. وده المنظر بتاع يوم عيد الميلاد، السماء مفتوحه على الارض والملائكه بتسبح المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسر. الابراكسيس برضو يتكلم عن الظهور، يتكلم عن ظهور ربنا في العليقه لموسى. يروى لما كملت 40 سنه ظهر له ملاك في بريه جبل سيناء في لهيب نار في عليقه، فلما راى موسى المنظر تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار إليه صوت الرب قال أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى لم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب اقلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، قد رأيت عيانا مشقة شعبي في مصر وسمعت أنهم ونزلت لأخلصهم، فهلما الآن لأرسلك إلى مصر. ده كل الإبراكسيس، حتة أنه ظهر لي وكلمه وقال له هلما في أرسلك. موسى دي بيقول فلما كملت 40 سنة وهو في أرض مديان هربان من مصر، لأنه 40 الأولانية أضاها في مصر تهذب بكل حكمة المصريين، 40 ديت خلاص بقى هربان ونسي القضية. لما ربنا ظهر له أرسله للخدمة. قبل كده هو كان نفسه يخدم، هو لقى مصري وعبراني بيتخانقوا موت المصري، فاكر انه بيعمل كده خدمه لربنا، ولكن ما تنفعش بالدراع، ولكن بعمل ربنا. لو ما كانش ربنا يظهر في حياتي، حياتي ملهاش تبقى قيمه، وخدمتي ملهاش معنى وملهاش قيمه، ووجودي اصلا زي ما قلنا من شويه ملوش قيمه. ولكن لما الانسان يبقى في ايدين ربنا يقول يا رب استخدمني، انت عايزني اعمل ايه؟ ماذا تريد يا رب ان ايه ان افعل؟ انت عايز مني يا رب؟ مش ممكن ان انا أخدم ربنا خدمة مرضية. الخدمة يعني مش مجرد أعمال اجتماعية. بالمناسبة يعني في سفر أعمال الرسل يتقال إن هم فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. بينما هم يخدمون الرب ويصومون، إيه يخدمون دي؟ بيصلوا ليتورجية، جاية من كلمة ليتورجية باليونان، بيصلوا قداس، بيصلوا، دي أعظم خدمة. فإذا ما كانش الخدمة نبعة من عشرة مع ربنا، عمل اجتماعي ومؤسسات الاجتماعية كتير قوي وبتشتغلوا كويس، بس الحقيقة إذا ما كناش، لأنه مفهوم الخدمة إيه؟ إن كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. قالوا له إمتى يا رب؟ قال لهم كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصغر فبي قد إيه؟ فبي قد فعلتم. هي دي الخدمة.
هذه الخدمة، الخدمة اللي هي مقدمة للمسيح، رؤية المسيح ظهوره قدام عينيا، اني مش بشوف الناس، مش بشوف الناس المتعبة اللي ما بتحبنيش، اللي بتضايقني، اللي انا بخدمها وبحبها وهم بيعملوا لي وحش، ولا بيردوا لي الإساءة او بيردوا لي الخير بالإساءة. لا لا لا، انا شايف المسيح بس، شايف المسيح من خلال الكل. ازاي الانسان تبقى ربنا ظاهر قدامه زي ما ظهر لابراهيم، زي ما ظهر لموسى، وساعتها قال له هلمة فأرسلك، وابتدى مرحلة جديدة من حياة موسى، أعظم مراحل موسى. موسى لحد ما تهذب بحكمة المصريين وكان قاعد، يعني مصر كانت بلد متقدمة، يعني حاجة زي كده، البيت الأبيض يعني، اللي هو في 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 مكان بيت الحكم في أعظم دولة في العالم. ده وضع موسى في بيت فرعون، لكن ولا حاجة، خلاص راح. لكن المرة دي بقى اللي كلمته تشق، وعصايته تشق بحر، كلمته اللي تطلع مية من الصخرة، اللي لما تجاسر هارون ومريم، كان سيدنا البابا شنودة ربنا يناح نفسه بيقول انه في ناس دفعوا عن انفسهم، وفي ناس ربنا دفع عنهم. لما موسى وهارون اخوات مريم، اخت موسى ومريم، اسف، هارون ومريم اخوات موسى، لما اتكلموا عليه ربنا اللي دافع عنه، واتقال عن موسى يقول لك انه كان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. وقال ربنا قال لمريم والهارون، قال لهم كيف تجرأتوا من انتم تتكلموا على عبدي موسى؟ لو انتم عشان كل واحد شاف له رؤية ولا بتاع افتكر نفسه يعني نبي بجد؟ ده عبدي موسى دوت، ده شبه الرب يعاين، ده شبه الرب، ده أكلمه فما لفم كما يكمل من رجل صاحبه. فموسى ده حاجة كبيرة قوي، هو دوت اللي خده لما بعد ظهور اللي ايه؟ ظهور ربنا ليه. عشان كده احنا محتاجين ربنا يتراءى في حياتنا. الكلام ده عملي ولا مش عملي؟ لا، الكلام ده عملي جدا. احنا محتاجين ان تكون في حياتنا فيها صلاة، قول يا رب تراءى في حياتنا، اظهر قدامنا، زي ما هنشوف في آخر أعتقد الأسبوع الأخير المزمور، اظهر قدام بنيامين وأفرايم ومنس، نقول له يا رب تراءى لينا، خلينا نشوفك بوضوح. إيه اللي مخلينا مش بنشوف ربنا؟ مشغولين، في حاجات كتير واخدة عيوننا، واخدة أفكارنا، واخدة طاقتنا، واخدة مجهودنا، حاجات كتير. ولكن يظل الحاجة إلى إيه؟ إلى واحد. محتاجين ان ربنا يظهر قدام عينينا. الاناجيل بقى تلاقي كلها، طبعا الانجيل بتاع بشارة الست العذراء، ونلاقي الانجيلين اللي اتذكروا بتوع العشية وبتوع باكر، نلاقي العشية المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح فقال لها مغفورة لك خطاياك. بالمسيح صار هناك مغفرة، امثلة بقى عملية، صارت مغفرة للخطية. الانجيل بتاع باكر، ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله، انا اديتكم النصره انكم تدوسوا، او القدره انكم تدوسوا الحياه والعقارب وكل قوات العدو. وقال لهم انه الحته اللطيفه بتاع انه اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحه، واذا لا يجد يقول حينئذ ارجع الى بيت الذي خرجت منه، ومتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبع أرواح أخر أشر منه. لو الإنسان ساب قلبه فاضي فيبقى مرتع للإيه؟ لأفكار الشر وأفكار العالم والمادة، والإنسان يتلاعب بيه، الشيطان يلعب بيه. ولكن الإنسان اللي مع ربنا فما يقدرش عدو الخير يقرب منه، وإذا وقع يقول لا تشمتي بي عدواتي لأني إن سقطت أقوم. وعشان كده قال إيه؟ فتدخل تسكن نافة تصير آخر ذلك الإنسان أشر من أوله. وفيما هو يتكلم بهذا، لا قبليها آسف، قال إذا تسلح القوي ليحفظ داره فأمواله تكون في أمانه، إذا جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه ويأخذ سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع غنائمه. ده اللي عمله المسيح، إنه ضيع غنائم الشيطان. الشيطان كان كل البشرية في إيه؟ في أسر الجحيم، ولكن المسيح تجسد وصلب على الصليب ونزل إلى الجحيم من قبل الإيه؟ من قلب الصليب، واخذ غنائم الايه؟ اخذ المزبيين. جئت لابشر المزبيين بالعتق، لأنادي للمأسورين بالاطلاق، لاكرز بسنه الرب المقبوله. احنا عايشين في سنه الرب الايه؟
المقبولة. السنة مش 2012 ولا 2013 ولا 2011 ولا 2020، لا، سنة الرب المقبولة ده الظهر الايه الحاضر. احنا عايشين في سنة الرب المقبولة، بس المهم السنة مش هتكون مقبولة الا لما يكون، لان قبولها جه منين؟ جه من ظهور الايه المسيح. فنطلب ان ربنا زي ما كده داود النبي في المزمور الكبير بتاع صلاة نص الليل يقول اكشف عن عيني فأرى عجائب من ناموسك. ربنا لما يتراءى في حياة الإنسان تتغير. من أجمل الأمثلة في حياة القديسين، يعني الناس كلها تحب الأموس الأسود ليه؟ أصل واحد يهب رجاء، لأنه واحد تغير من أقصى الشر وإلى يعني في كان عايش في أوحش صور الخطية والشر إلى إنسان يعني عظيم في القداسة، عظيم في المحبة، وحياته فيها تغيير كبير. الحقيقة أجمل شيء نقابله في خدمتنا، يعني وأي خادم بيخدم ربنا، خادم ولا كاهن، أنه يلاقي ناس بتتوب، حياتها بتتغير. الحقيقة لما الإنسان حياته تتغير ربنا ظهر في حياته. فظهور ربنا ده مش شيء قديم، ولكن ده شيء نحتاجه أنه يكون متجدد، ونقول له يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من ناموسك، لتتضح رؤيتك. تراءى لي يا رب، مش تراءى في رؤية وأنا نايم، ولا لكن تراءى انه ربنا يبقى مركز الحياه، يبقى البركه اللي في كل شيء، بركه في حياتي، في ولادي، في بيتي، في فلوسي، في كل ماليه. ومش معنى ده ضمان لعدم وجود ضيقات او الم، لالا يكون رجائنا في المسيح في هذا العالم فقط فنكون اشقى جميع الناس. ربنا يدين فعلا ربنا يتراءى ويظهر في حياتنا بكل وضوح. لالهنا كل مجد وكرامه دائما امين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. تفضلوا ناخذ لقمة البركة.